المياه البيضاء مرض quality of life، يعني يؤثر على متعة الحياة. المياه البيضاء لما بتزيد الدكتور ما يقدرش يفحص قاع العين ويتأكد من مضاعفات السكر والمريض يخسر كتير. المياه البيضاء تحدث وتكتر بسرعة جدا في مريض السكر. المياه البيضاء عملية سهلة، العملية دي ما بتزيدش على 10 دقايق. الدكتور طارق بدوي استشاري جراحة العيون، دكتوراة طب وجراحة العيون، زميل جامعة هارفارد الولايات المتحدة الأمريكية، عضو الأكاديمية الأمريكية للعيون، عضو الجمعية الأمريكية والأوروبية للمياه البيضاء وجراحات تصحيح الإبصار. أهلا بكم، النهاردة حلقة مهمة جدا جدا جدا، وخلينا نبدأ معاكم بحوار شديد الأهمية. النظر نعمة بلا شك، وناس بتتهور تهور كبير جدا على عينيها بحاجات قد تكون يعني ليست لها داعي. يعني مثلا أنا في رأيي أن العدسات الملونة، البنات بتحب تلون لون عينيها تلبس عدسات ملونة، أنا شايف العدسات اللصقة الملونة ملهاش داعي خالص. ده وجهة نظري متواضعة، لأن العدسات اللصقة يعني إن الطبية وسيلة رؤية ووسيلة رؤية بديلة للنظارة اللي بيحبوش النظارة، لكن العدسات خطر، خطر محدق. في دراسات مهمة جدا، الديلي ميل هي اللي كتب الكلام ده، قالت ان العدسات اللاصقة قد تكون مصدر قوي، مش قد بمعنى الاحتمال، هي مصدر قوي للعدوى. الفطريات والميكروبات بتختبئ خلف العدسات، ده الديلي ميل كتب كده. قالت بقى بشكل واضح جدا انه عمليات تصحيح الابصار اللي هي اشهرهم الليزك يعني افضل وامن من العدسات اللاصقة، وتراكم البكتيريا قد يؤدي الى عدم يعني او يؤدي الى وجود قنبلة موقوتة داخل هذه العدسات. اذا انا من وسط الكلام ده، في كلام متكرر، لكن وصلت لعنوان مهم جدا، انه العدسات اللاصقة اكثر خطوره بكتير جدا مما نتصور، وانه الليزك امن بكتير جدا من العدسات اللاصقه. ده جانب مهم. تصحيح الابصار والعين نعمه ما ينفعش نهدرها. هذا حوار مهم جدا مع ضيفي العزيز. الحقيقه انا بسعد جدا وبفتخر بان يكون اليوم في ضيافتنا قيمه علميه كبيره، اسم كبير على المستوى الاكاديمي، على المستوى الاكلينيكي، مستوى الاداء المرضي، اداء للمرضى، عمل رائع جدا ومنظومه رائعه بتقدم افضل الخدمات العالميه، واسم يقترب من العالميه بقوه، واسم عالمي بالفعل. ضيفي العزيز هو الاستاذنا الاستاذ دكتور طارق بدوي. اهلا بك يا استاذنا. اهلا دكتور ايمن باشا، منورنا، ودي شرف كبير لينا سعاده الباشا. اهلا بك يا فندم، واهلا بالاخوه المشاهدين. قبل ما ندخل في الحوار بتاع تصحيح الابصار، ما راي حضرتك في العدسات اللاصقه عموما؟ المقولة اللي قلتها حضرتك من لحظات هي مقولة مظبوطة جدا وحقيقية للغاية. العدسات اللاصقة هي فعلا بالذات الملونة قنبلة موقوتة، لأنها زي ما سألتك ذكرت البكتيريا والفطريات بتختبئ فيها. طرق الحفظ اللي الناس بتستخدمها ساعات بتبقى طرق للأسف سيئة، زي بنشوف بعض الناس بيستخدموا المية الحنفية في حفظ وتنظيف العدسات، وده يؤدي لبعض الحاجات زي الاكانثاميبا. دي مثلا دي حاجه من الحاجات اللي ممكن تصيب، تعمل قرحه في القرنيه ثم تؤدي لا قدر الله لحدوث ابسس اللي هو خراج في القرنيه، صعب جدا علاجه. وقد يؤدي لنتائج وخيمه مش عايز اذكرها يعني عشان الناس ما تتخضش. ممارسات خاطئه زي تاجير العدسات اللاصقه اللي بنشوفها في بعض المناطق، وبعض الشباب بيروح تروح البنوته كده للكوافير تقول له والله انا عندي فرح، او سواء بقى عروسه او رايحه معزومه، وتاجر عدسه لاصقه من عندي لعندي لعندي بالمشاكل اللي في البكتيريا من هنا لهنا. تحصل المشكله اللي احنا بنخاف انها تحصل، قرحه في القرنيه، خدش في القرنيه صباحها بس يخدش القرنيه، او حته شويه رمله خفيفه تحت العدسه تخدش القرنيه، تدخل البكتيريا من العدسه ما يعني مستخبيه جوه العدسه، تدخل جوه القرنيه تعمل لا قدر الله خراج، ثم الموضوع ينتهي ساعات بعمليه زرع القرنيه، ولو ما لحقناش
لا قدر الله تفقد العين. ده بسبب العدسات اللاصقة. عشان كده انا احذر بشدة، مش بس الميليج ديلي ميل، انا بحذر بشدة وكل اوساط الطبية بتحذر بشدة من الاستخدام المفرط الغير عادل للعدسات اللاصقة. العدسات اللاصقة جيدة، مطلوبة في حالات اللي عنده قرنية مخروطية ومش قادر يعمل عملية، اللي عنده قصر نظر او طول نظر شديد ومش قادر يستخدم النظارة لأسباب زي حد هيتصور، حد ممثل، حد كده يعني مش قادر يلبس عصا، نظارة كبيرة، بنت مش عايزة مظهرها يبقى فمؤقتا وبشكل غير مستمر نقدر نلبس عصا لاصقة. وكمان نلاحظ حاجة ان العصا لاصقة ما بقتش اسمها عدسات ممتدة المفعول اللي هو الناس بتلبسها وتقعدها معاها بالثلاث اربع اشهر تقلعها وتغسلها وتلبسها تاني، اصبحت عدسات لاصقة يومية، بمعنى كلمة يومية تلبس العدسة الصبح وبالليل ارميها في الزبالة تخلص منها. ده النظام الجديد في العدسات اللاصقة، انما استخدم العدسة لفترات طويلة اغسلها وانضفها بيحصلش، لا بتتخلص من البروتين اللي جواها اللي ممكن يعملك حساسية، ولا ممكن تنظفها بشكل جيد وتتخلص من البكتيريا اللي ممكن تبقى جواها، فهي إذن هي قنبلة موقوتة زي ما حضرتك قلت. إذن حوارنا اليوم عن تسهيل الإبصار ينبغي أن ننتبه له جدا، لأن حوار مثير للغاية ويوضح نقاط خلافية كمان مهمة في الأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ العين منذ القدم تشبه الجوهرة أو يشبه الإنسان بالجوهرة، أبيض طبعا أكيد أبيض. هي أغلى حاسة من الحواس اللي موجودة عند أي إنسان، وربنا يحفظها لنا جميعا. قصر النظر هو عيب في القرنية، في تحدب القرنية، أبيض. مش بس في القرنية، كمان في طول العين، ممكن طول العين يتغير، وساعات كمان عدسة العين لو قوتها الانكسارية زادت، دي كلها أسباب لقصر النظر، تؤدي بالتالي أن الضوء اللي داخل العين بدل ما يتجمع على الشبكية ونشوف صورة جيدة، الضوء يتجمع أمام الشبكية بعيد عن الشبكية وتبقى الصورة اللي حاصلة مشوشة. ده قصر النظر. السؤال الجاي مهم قوي، نجاح عملية الليزك أصبحت نسب أمانها أعلى نسب أمان في العالم تصل إلى 99%، الكلام ده أبيض ولا أسود؟ ده حقيقي أبيض فعلاً، إن من أأمن الجراحات في كل جراحات الجسم البشري هي عمليات تصحيح الإبصار، وده مش كلامنا، ده كلام موثق منظمة الصحة العالمية عارفة كويس قوي وذكرته عدة مرات. عمليات تصحيح الإبصار تجعلنا نستغني عن النظارات في جميع الأوقات. ده في الحقيقة رمادي، لأنه عمليات تصحيح الإبصار مش بس الهدف، مش دايما الهدف منها إنك تستغني تماما عن النظارة، قد يكون من الهدف منها إنك ما تستخدمش نظارة سميكة جدا أكتر من اللازم، قد يكون من الهدف منها إنك تقدر تقرا بيها، مش دايما هتتخلص من النظارة 100%، والكلام ده بيشرحه الدكتور للمريض والمريض بيوافق عليه قبل ما بيعمل عملية تصحيح الأبصار. الأطباء العيون ينصحون المرضى بالليزك، بينما بعض أطباء العيون بيلبسوا نظارات. ده رمادي، لأنه في الحقيقة في أطباء يعني لو كل الناس اللي لابسين نظارات عملوا ليزك يبقى كل الأطباء هيعملوا برضو ليزك. في ناس بترفض انه حد يقرب من هنا باي اجراء، هو خايف بطبيعته ان حد يقرب له، اطباء برضو فيهم ناس كده. في بعض الناس ما ينفعش تعمل لهم عمليات، يجي لك يقول عايز يعمل عمليه تصحيح ابصار تقول له والله يبقى الفحوصات اتضح انك ما ينفعلكش، في بعض الاطباء كده. في ناس مش عايزه اصلا تعمل عمليات وهو مستمتع جدا بانه لابس نظاره، في ناس شكلها حلو بالنظاره، والطبيب برضو يعني الشكل التقليدي للطبيب انه هو شخص لابس نظاره وماسك قلم وجد جدا يعني. النظاره ساعات وجودها مهمه، واحنا صغيرين في السن شويه كنا بندور على النظاره اللي هي سميكه شويه. انا طلب مني ان انا البس نظاره في البرنامج، لانه في اول البرنامج اتقال لي كده انت شكلك مش دكتور. لازم البس نظاره. انا شايف الحقيقه على الشاشه، شايف عرض
الليزك اللي بالظبط مش كده؟ ده الليزك هنشوف الليزك ده بدايته بقى القصه في الليزك اول خطوه ايه؟ هو في الليزك اي ليزك يعني احنا لو الفيلم ده يعني قدرنا نشوفه تاني في الليزك او في الفيلم تو ليزك بنرفع الجزء الاعلى من القرنيه بنفصله يا اما باستخدام جهاز المايكروكراتوم وده في الحاله دي سموها ليزك يرفع الشريحه دي ثم نخلي الشريحه على جنب كانك فتحت كتاب بالظبط شلت فتحت جلدة الكتاب وبعدين صلحت قصر او طول النظر او الاستجماتيزم باستخدام شعاع الليزر اللي هو الاكزايمر ليزر وهو ده البطل الحقيقي في الموضوع وفي الحاله دي يسموها عمليه ايه؟ ليزك تعيد طبعا الشريحه مكانها تاني وتطلب من الشخص انه ما يدعكش في عينه يومين ثلاثه وخلاص هو ده دي عمليه تصحيح الابصار اللي كانت بتخليه يستغنى عن النظاره. الفيمتو احدث طفره في عالم تصحيح الابصار ابيض. ده حقيقي ده حقيقي الفيمتو طبعا احدث طفره في تصحيح الابصار. هو بص حضرتك احنا في الجراحات بتاع تصحيح الابصار واللي هي اشهرها عمليه الليزك العمليه دي بتتم بان احنا بنستخدم جهاز اسمه الكيراتوم جهاز بيفصل الجزء الخارجي من القرنيه عن باقي القرنيه فانت تقدر ترفع الجزء ده من القرنيه زي ما بتفتح الكتاب بالظبط تفصل الجلده كده او تتني الجلده بعيد عن الكتاب ادي جهاز شايفين منظره ازاي بيعدي على سطح القرنيه ويستخدم موس عالي التردد موس جراحي يعني عالي التردد فيقدر يعمل الشريحه اللي بتمثل خمس سمك القرنيه ولا حاجه وبعدين يروح ايه حاططها على جنب ويعمل الليزر يستخدم جهاز الاكزايمر ليزر اللي هو البطل الحقيقي بقى في تصحيح الابصار يصلح الاستجماتيزم قصر النظر طول النظر وبعدين الشريحه دي ترجع تاني مكانها ونقول للمريض روح بالسلامه ويومين ثلاثه ما تدعكش عينك ولا تدخل فيها ميه وتبقى عايش كويس جدا. ممكن تعمل نفس الكلام الشريحه برضو تعملها بالليزر بالفيمتو ليزر والحاله دي في الحاله دي يسموه فيمتو ليزك. وده احنا عملنا الاول الليزر عدى على القرنيه عمل الشريحه ثم بنفصل بقى الشريحه اللي هي القشره الخارجيه دي نسميها القشره الخارجيه عن باقي القرنيه وبعدين نستخدم جهاز الاكزايمر ليزر اللي هو البطل الحقيقي في تصليح الابصار لان احنا في الحقيقه دايما بنتكلم على الفيمتو وننسى الجهاز العظيم اللي هو بيصلح القصر النظر او طول النظر الاستجماتيزم من العيوب يعني اللي هو جهاز الاكزايمر ليزر بنقف قدام الخطوه الاولانيه وننسى الخطوه الرئيسيه بالظبط وده اللي بيعمل بصمه العين وتصليح الاستجماتيزم وقصر وطول والكلام كله ده ويقدر نصلح نعيد تشكيل سطح القرنيه او جسم القرنيه وقوتها باستخدام الاكزايمر ليزر ثم مره ثانيه نعيد ارجاع الشريحه دي ويحصل انه العين تستقر والنظر يبقى كويس. الفرق بين الاكزايمر سوري الفيمتو ليزر والميكروتوم او الليزك والفيمتو ليزك انه الشريحه دي اكثر استقرارا واكثر دقه في استخدام الفيمتو. وبالتالي انا احب وافضل ان استخدم الفيمتو في الحالات اللي فيها قرنيه رفيعه بيديني دقه جدا في ان انا احدد سمك الشريحه ان بحسب كل مايكرون في القرنيه هيصلح لي جزء من قصر النظر او طول النظر فيهمني قوي ان انا اعمل شريحه دقيقه السمك الفيمتو يديني دقه شديده جدا بالمايكرون استخدمه في الحاله دي قرنيه رفيعه. الحاجه الثانيه ان سطح القرنيه ما يكونش منتظم وفي الحاله دي انا افضل استخدم الفيمتو لانه في الحاله دي بيبقى دقيق جدا. الفيمتو بقى فيه شخص واحد شخص ثاني هيتحرك بسرعه فافضل ان استخدم له الفيمتو لان الشريحه بتاعته اكثر استقرارا من الشريحه بتاعت الليزك. فيما عدا كده في الحقيقه الاثنين قريبين جدا من بعض في النتائج وفي
بعد يومين ثلاثة أو بعد أسبوع، الاثنين زي بعض جدا. هنا الفرق بيبقى ساعات فرق في التكلفة، إن الفيمتو تكلفته أعلى كتير، فمش كل الناس بنحب إن نطلب لهم إن هم يعملوا الفيمتو إلا في بعض الحالات اللي ذكرتها لسعادتك. يجب علاج جميع تشوهات الإبصار بالفيمتو ليزك أو بالليزك، اللي هي جراحات الإبصار الدقيقة. الكلام ده عبيد ولا أسطورة؟ لا لا طبعا، مش كل التشوهات بتتصلح بالفيمتو ليزك وبالليزك، لأنه في حاجات تانية بتتصلح بامور اخرى، زي بالحلقات اللي ممكن تتزرع جوه القرنيه لتصلح الاستجماتيزم العالي، زي القرنيه المخروطيه اللي بيتم تثبيتها عشان ما تزدادش سوءا باستخدام التدعيم بالاشعه الفوق بنفسجيه او العلاج بالاشعه الفوق بنفسجيه، زي العدسات اللي بتزرع جوه العين لما بيكون الليزك والفيمتو ليزك والفيمتو سمايل مش مناسبين. فاذا في حاجات كتيره قوي يعني في جعبه الطبيب المتخصص في جراحات تصحيح الابصار كثير، ومن الالات اللي ممكن او الادوات اللي ممكن يستخدمها عشان يصلح تشوهات الابصار، فالكلام ده مش مظبوط. هنروح للمتهم والجين والبريء. جين، متهم ام بريء؟ من يقوم بعمل عمليات الليزك لاي مريض عنده ضعف ابصار جاله؟ اي مريض دخل لان ضعف ابصار، يلا نعمل لك ليزك، ده جاني ولا جاني ولا جاني؟ ده جاني، حد بيقول جاني ولا جاني ولا اكيد جاني يعني. لا طبعا مش كل واحد يعني، احنا زي ما قلنا انه انا جالي واحد يعني بيرتدي نظاره ومش عامل له مشاكل وهو سعيد بيها، ليه اخليه يتوجه لاجراء جراحي؟ مش محتاج. جالي واحد عنده مشكله، مش ضعف الابصار سببه مش قصر او طول او استجماتيزم، سببه بسبب حاجه تانية خالص زي بدايه ميه بيض زي قرنيه مخروطيه، برضو مش هعمل له جراحات اللي هي بتاعت الليزك وخلافه. فاذا ده ما ينفعش في كل الحالات، انا ما ينفعش اعمل مريض جراحات من النوع ده لو عنده فقط تشوهات بصريه، لازم نعرف ايه السبب وايه الوسيله المثلى من الوسائل الكتير اللي موجوده عندنا نقدر نصلح بيها. السؤال اللي جاي سؤال مهم جدا. سؤال مهم، دي قضيه خطيره يعني. من يرفض علاج طفل وتصحيح ابصاره الا بعد سن 18 سنه؟ ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ هو في الحقيقه يعني هنا عايزين نقول حاجه في النص يعني، هو يمكن مش عايز اقول برضه لا جاني ولا متهم. في الحقيقه في بعض الحالات، وبرضه ما اقدرش اقول انه بريء 100%، بعض الحالات بنصلح فيها قصر او طول او الاستجماتيزم اللي هو يعني تشوهات البصر او عيب الابصار، بنصلحها في سن بدري قوي. يعني في عندنا اطفال بنصلحهم في سن سنوات بسيطه. لو عنده حاجه اسمها امبليوبيا او داخل على امبليوبيا، الطفل اللي عنده عين قصر نظر فيها شديد اكتر من التانية بحيث ان هو ما يقدرش يلبس نظاره، فبيروح للدكتور يلبسه نظاره بجزء من التصليح، مش كل التصليح، بيوصل لحاجه اسمها كسل العين. مهما لبسته نظارات بعد كده وصلحته ما يتصلحش. في الحاله دي احنا بنفضل نعمل له جراحات. بص الاكسبشن ده حاله يعني خاصه استثنائيه بالظبط، نقدر نعمل له جراحات تصحيح ابصار في سن بدري بضع سنوات. لكن القاعده العامه انك بتستنى لغايه لما النمو يعني يستقر، ولان نمو الجسم ونمو العين مرتبطين ببعض، واذا كانت العين بتنمو فقصر النظر بينمو وطول النظر بيقل. ففي الحاله دي انا بستنى لغايه لما اوصل لسن توقف النمو تقريبا او استكمال او اكتمال النمو عند 18 سنه في الولاد، يمكن 17 سنه في البنات. وفي الحاله دي اعمل وانا مطمن الى حد كبير انه مفيش حاجه ان انا اعيد العمليه تاني او ارجع اصلح فيها تاني. ومع ذلك انا دايما بشوف نظاره المريض اللي عملها السنه اللي فاتت والنظاره بتاعه دلوقتي اللي انا هعملها له، لو لقيت فرق حتى عن سن 19 سنه اللي هو اكتر من 18 سنه، لقيت فرق واضح يتعدى الدرجه ولا حاجه، بتريس واقول له ما تعملش العمليه دلوقتي وهنشوفك بعد 6 اشهر او سنه ونرجع، لان في استقرار بغض النظر عن السن هنعمل. انا في ناس ما بعملش قبل 21 سنه وما استقرش ما عملوش قبل 21 سنه. عندي اوهام كثيره بتدور حول تصحيح الابصار، قد تكون خاطئه جدا وقد تكون مضره كمان. تعالوا نشوف في الوهم والشك واليقين. وهم
شك أم يقين؟ الناس بتعتقد انه لازم تستمر على اخذ قطرات بشكل مستمر بعد عمليات الليزك عموما. الكلام ده صح وهم ولا شك؟ ده حاجة وهم طبعا. لانه احنا بناخد القطرات بشكل يعني منظم ومنتظم للفتره اللي الدكتور بيحددها. في بعض القطرات بتستخدمها لمده اسبوع، البعض الاخر بتستخدمه لفتره اطول شويه اسبوعين او حاجه، والبعض الاخر بتاخده فتره طويله 3 أو 6 شهور حتى، لأنه معروف إن عمليات الليزك خصوصا العمليات اللي بتشتغل بشكل سطحي زي الليزك والفيمتوليزك تؤدي لإحداث جفاف وقتي مؤقت من 3 لـ6 شهور. في الفترة دي أنا بعوض الجفاف أو ندرة أو قلة إفراز الدموع بقطرات صناعية، فلازم أستمر عليها 3 شهور 6 شهور بس مش طول العمر يعني. الفيلتر سمايل هي العمليه الانسب لمن يتعرضون للضوء زينا كده. لا طبعا ده وهم. مش احنا قلنا الفيلتر سمايل تنفع للناس او تحبذ للناس اللي هم عندهم قرنيه بتاعتهم رفيعه جدا ومحتاج يصلح رقم كبير القرنيه اللي توفره، الفيلتر سمايل امن. الناس اللي عندهم جفاف مزمن في العين او جفاف شديد في العين، وافضل ان انا ما اخليهوش يتعرض لمشاكل الجفاف الوقتي استخدم له. الناس اللي عندها ما عندهاش المشاكل دي من قال انه لازم نعمل فيلم تو سمايل. الحقيقه الحوار معك دائما ممتع للغايه، وفي لقاءات قادمه بقى عايزين نتكلم على القرنيه المخروطيه، عايزين نتكلم على التعامل مع شبكيه بالليزر في حالات السكر، مرضى السكر، عايزين نتكلم على السكر والعيون عموما. السكر مهم، ده من المواضيع المهمه جدا جدا. شرفتنا ونورتنا ومبسوطين وفخورين بحصولنا على شرف لقائك في الفتره هذه والفتره القادمه. الاسبوع القادم في مثل هذا اليوم سيكون محاضرة قادمة إن شاء الله يستفيد منها مرضاك، يستفيد منها طلبة الطب، يستفيد منها شباب الأطباء. أعتقد من أفضل الأشياء لشباب الأطباء اللي بيستعدوا أو النواب والمدرسين المساعدين اللي بيشتغلوا عيونهم يستمعوا لشرحك التفصيلي في مجال العيون. نورتنا وشرفتنا. شكرا دكتور أيمن، وأشكر السادة المشاهدين لحسن استماعهم، وأعتذر لهم إذا كنت أطلت عليهم. بالعكس أنت أمتعتهم. ووضحت نقاط فارقة مهمة جدا كان بيحصل فيها نوع من الرمادية في التفكير أو بعض الأفكار الغير يقينية. لا احنا وضحنا الأمور بشكل واضح جدا. ضيفي العزيز أستاذنا وأستاذ الأساتذة في هذا المجال الاسم الكبير والقدير في مجال جراحات العيون وتصحيح الإبصار الأستاذ الدكتور طارق بدوي، كان مبدعا كالعادة في الناس الحلوة. خليكم بالكم من عينيكم وخليكم مع الناس الحلوة.